قال المسيح: أنا والآب واحد. طبعا بيستشهد النصارى بيقولوا هو المسيح لم يقل أنا الله، ولكن هو ساوى نفسه بالآب وقال أنا والآب واحد. طب خلينا نرجع على النص الأصلي وخلينا نقرأ القصة، يعني هم أخذوا النص هذا خارج سياق القصة. خلينا نأخذ القصة كما هي ونقرأها كلياتها. في يوحنا 10:22 يقول: وكان عيد التجديد في أورشليم، اللي هي القدس الآن، وكان شتاء، وكان يسوع يتمشى في الهيكل في رواق سليمان، فاحتاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ يعني قلنا إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. لاحظ أن السؤال هنا ليس إن كنت أنت الله فقل لنا جهرا، يقول إن كنت أنت المسيح، المسيح الذي ننتظره، لأنه كانوا يؤمنوا أن المسيح سيأتي وسيكون هو الملك وسيكون هو الذي يملك على الشعب الإسرائيلي. إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. أجابهم يسوع: إني قلت لكم ولستم تؤمنون، الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي. فإذا الأعمال اللي بيعملها هي باسم الله، يعني هي بمعونة الله وقوة الله، وليست هي الله. ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم، خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. يعني معنى آخر المسيح هون بيقول إنه هو الطريق للحياة الأبدية، هو يعني هو السنة بتاعت اليهود حتى يوصلوا إلى الحياة الأبدية، زي عندنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو السنة لنا أو طريقنا إلى الحياة الأبدية، طريقنا إلى الجنة أن نقتفي بآثار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هون المسيح بيقول عنهم إنه أنا لازم تتبعوني حتى تتبعوني وتقتفوا بآثاري حتى توصلوا إلى الحياة الأبدية. لاحظ هون في 29 بيقول: أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل. فإذا هون لا يقول إنه هو الآب، وإنما هو يقول إنه الآب أعظم من الكل. ففي نص ثاني أيضا بيقول أن أبي أعظم مني، هذا ما يقوله، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. بعدين قال أنا والآب واحد، يعني بمعنى آخر اللي بيشوف أعمالي، لاحظ هو كان يتحدث عن الأعمال صح؟ أعمال أبوه الذي يرى أعمالي المعجزات وهذا، وكأنه هو يرى أثر أعمال الله سبحانه وتعالى. فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه، لاحظ أنه هون اليهود أساءوا الظن بالمسيح، يعني أساءوا الفهم، لم يفهموا على المسيح. فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه. أجابهم يسوع: أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عندي أبي، بسبب أي عمل منها ترجمونني؟ أجابه اليهود قائلين: لسنا نرجمك لأجل عمل حسن، بل لأجل تجديف. تجديف يعني كفر، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إله. لاحظ هون اليهود يعني فهموا إنه المسيح هون يعمل حاله إنه هو الله، فكانوا رح يرجموا. الأخطر من ذلك إنه المسيحيين النصارى فهموا إنه المسيح هون يعمل حاله إنه هو إله فعبدوه. اليهود كانوا بدهم يرجموه والمسيحيين الآن يعبدوه، سبحان الله. لكن هون أجابهم وأيضا يعني صححهم. ماذا قال في 34؟ لاحظ ماذا قال. أجابهم يسوع: أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة؟ آلهة هون بالعبري إلهيم، وليس بمعنى الله يهوه، والإلهيم بمعنى أي أن الأناس المختارين، القدوة، القادة، يعني الأنبياء. أنا قلت إنكم آلهة. إن قال آلهة، لاحظ هون يوحنا بعدين يعني بيشرح بيقول إن قال آلهة، مين هدول الآلهة؟ لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله. طب مين هم اللي صار إليهم كلمة الله؟ اللي نزلت عليهم الكتب، سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام اللي نزل عليه التوراة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي نزل عليه القرآن. فإذا هون لما قال أنا والآب واحد، لم يقصد هون أنه يجعل نفسه إلها، وإنما يتحدث عن الأعمال وعن الكلمة التي جاءت
التي صارت إليه إلى المسيح عليه السلام وهو الإنجيل. ولا يمكن أن ينقض المكتوب. يعني لما الله حكى في الأول إنه الله لا يمكن أن يكون إنسان أو لا يصبح إنسان وليس من اللائق أن يكون إنسان، هذا هو المكتوب ولا يمكن أن ينقض. هلأ يجوا في العهد الجديد بعد 2000 سنة ويقولوا إن الله صار إنسان اللي هو المسيح، فإذا هون نقضوا المكتوب ولا يمكن أن ينقض المكتوب. فالذي قدسه الآب أي اختاره وأرسله إلى العالم، أتقولون له إنك تجدف لأني قلت أني ابن الله؟ لاحظ هون لم يقل أني الله، وإنما ابن الله أي بمعنى الذي صارت إليه كلمة الله، أي أنه المختار من الله. إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي، ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال. يعني بلاش تؤمنوا بي، أنا آمن بالله لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه. ورح أحكي الآن في موضوع أنا في الآب والآب فيه. فإذا هون المسيح لما قال أنا والآب واحد، لم يؤله نفسه ولم يجعل نفسه في مستوى الآب، وإنما هون يقول إن أنا قلت إنكم آلهة، أي أنه صارت إليه كلمة الله، أي أنه مرسل من عند الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب. لاحظ أنه كيف الله سبحانه وتعالى يشرف النصارى واليهود باسم أهل الكتاب الذي نزل عليهم الكتاب وهو الإنجيل والتوراة. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم.